طبعا كلنا مستنيين وكلنا متعشمين في التمنه، وبقالنا فتره طويله غياب عن لقب هذه البطوله، وان شاء الله نتمنى ان الوضع ده يتغير يعني مع السكواد الحالي في المنتخب المصري. اكيد هنتكلم مع حضراتكم في حلقتنا النهارده عن كل هذه التفاصيل المتعلقه بالمنتخب. وبرضه في البدايه خلونا نعرفكم ان احنا كالعاده في الساعه الثانيه بيكون عندنا دايما فقرتين حواريتين. الاولى هنتكلم من خلالها عن مجموعه البطولات في الرياضات المختلفه اللي بتستضيفها مصر في الفتره الحاليه، طبعا هنتعرف عليها بالتفصيل من خلال وجود الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. الفقره الثانيه بقى ده اللي هيكون فيها الكلام كله عن كاس الامم الافريقيه، ودي الفقره اللي هينورنا فيها الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام شلتوت طبعا من القامات الرياضيه الكبيره جدا طبعاً. واللي معروف عنه ان هو برضه تحليلاته بتبقى مختلفه وبيبقى عنده رؤيه دايما، ورؤيه بتبقى في معظم الاحيان فعلا رؤيه صائبه وسليمه، فحابين احنا اكيد هنتكلم معاه في مواضيع كثيره جدا خاصه بيه النهارده باذن الله، اولى المباريات الخاصه بمنتخب مصر واللي احنا عندنا امال كبيره جدا ان هي تنتهي شكلا وموضوعا بطريقه تسعدنا، يعني مش بس تفوز يا كريم، مش بس تلعب كويس وما تفوزش، لا احنا عايزين الاثنين شكلا وموضوعا. فنتمنى ان شاء الله ان كل ده نغطيه النهارده مع استاذ عصام. بس قبل اي حاجه خلينا نتكلم شويه عن الافتتاح بالامس، طبعا افتتاح بطوله كاس امم افريقيا، وكان قبل الافتتاح كده في برضو بيكون بعض المشاهد العديده. بصراحه افتتاح انا عجبني على مستوى الشخصي جدا، يعني نزول كمان رئيس جمهوريه كوديفوار لارض الملعب وكان بعربيه مكشوفه عشان يحيي كل الجماهير الموجوده وكبار المسؤولين، كان عندك انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، كان عندك باتريس موتسابي رئيس الاتحاد الافريقي برضو لكرة القدم، يعني وغيره وغيره طبعا من النماذج الكروية الكبيرة جدا في عالم كرة القدم على مدار أجيال كبيرة وعديدة. شهد الحفل كمان العديد، خلينا أقول لحضراتكم، من الفقرات الغنائية والرقصات، يعني يمكن الصورة بتتكلم عن نفسها جدا، والمستوحاة كمان من الثقافة الإيفارية والإفريقية. وشارك كمان في الحفل يعني محمد رمضان عشان يؤدي أو هو أدى أغنية الرئيسية للبطولة بالمشاركة كمان مع فرقة اسمها ماجيك سيستم، هي إيفوارية ومغنية نيجيرية هناك معروفة جدا اسمها يامي ألايد. انت اكيد تابعت حتى فيديوهات وانا كمان على فكرة ما تابعتهاش لايف، بس حلوة الالوان بتاعتهم كان معتاد الوانهم جميلة جدا، جميلة جدا قاعاتهم الافريقية الحلوة، صحيح صحيح دي كلها مشاهد كانت رائعة جدا، وتحس ان يعني كل بطولة الوضع فيها بيتطور شوية، تحس ان بقى فيه تطوير في السيستم في التنظيم في كل حاجة. فالنسخة دي حقيقي نسخة يمكن بدايتها مختلفة، حفل الافتتاح كان جميل جدا، وبعد كده طبعا تابعنا مباراة الافتتاح اللي كانت بين كوت ديفوار وغينيا بيساو اللي انتهت بنتيجة 2-0 لكوت ديفوار، يعني خلينا نقول برضو كان الى حد ما متوقع. النهارده برضو منتخب مصر سحب، هنا بنتكلم بقى الرقم القياسي باذن الله في التتويج بلقب كاس امم افريقيا السبع القاب، هيسعى لتعزيز الرقم وتحقيق بقى امال المصريين كلهم. انت عندك احنا كم مليون دلوقتي يا كريم؟ 100 بص ما تعديش ما تعدي، الله بصلي عليك ما شاء الله الحاجات دي بتتنظر يعني 107 108 حاجه زي كده يعني، ف يعني عايزين 107 دول، ان كنا 107 نفرح ان شاء الله النهارده ونفرح بالبطوله بقى، نعود مره ثانيه لاستعاده امجادنا من بعد النسخه والتتويج الاخير اللي كان 2010. النهارده هنرجع نقول ثاني ضربه بدايه لمنتخبنا اللي بينافس ان شاء الله في ضمن المجموعه الثانيه. خلينا برضو نتكلم عن المجموعة بتاعتنا، عندك غانا، عندك كاب فيردي وموزمبيق، فبإذن الله كل التوفيق النهاردة المباراة تحديدا الساعة 7 مساء وفي مواجهة غانا، وكل التوفيق بإذن الله، وعايزين ان احنا يعني نشوف مباراة بإذن الله قوية، وفي نفس الوقت برضو يا كريم أداء قوي، أنا عايز يبقى فيه أداء قوي، ده أهم حاجة لأن ده اللي يهمنا جدا، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا.